أيها الإخوة الحضور الكرام، ضيوفنا الأعزاء، ها هم أبناؤكم أبناء ليبيا ورجالها، نبت صالح لأرض طيبة، شباب تطال أعناقهم السماء عزة وشموخا وكبرياء، ثقة بالنفس وأنفة وولاء، احترافية في العلم والعمل والعطاء، يملون الميدان بحلتهم الجديدة، ينطلقون إلى ميادين العمل والعطاء والإنجاز، شباب قد آمنوا بربهم ثم وطنهم فزادهم ذلك قوة وعزة وفخرا. فبوركت يا وطنا شعبا كريما طيبا نبيا، وبوركت يا وطنا جندا جسورا مخلصا فتيا. أبناؤنا الطلبة الخريجين، أنتم تسيرون صفوفا ودروعا لحماية الوطن بأرواحكم الغالية ودماءكم الزكية، تهدونها وردة فواحة للوطن، تبنوا التضحيات بلا حدود، مجددين قسم الولاء والإخلاص، على العهد محافظين، وعلى حماية الوطن ساهرين، وعلى خطى الحق سائرين، عاهدتم الله ثم الوطن، لتبقوا ضباطا مخلصين أوفياء، تنطلقون إلى درب العلا، بعزائم لا تقهر، سارعتم الخطى بإصرار وعزيمة وثبات، وبالصبر والمثابرة والجد والاجتهاد، حتى وصلتم إلى النجاح والتفوق المنشود الذي نحتفل به اليوم في هذا اليوم المشهود. هذه العسكرية مصنع الرجال وعرين الأبطال، والمنبع الرافد لجيشنا الأبي، فهنيئا لنا ولكم ولذويكم بيوم تخرجكم، والذي يتزامن مع الذكرى 69 لاستقلال وطنكم وحرية شعبكم، فهنيئا لنا ولكم بعرس تخرجكم، ضباطا دماء جديدة تضاف إلى أوصال جيشنا، قوة ضاربة تحمون الوطن، ترهبون الأعداء وتعلون الحق. كراديس، الخريجين من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي يمرون أمام المنصة الشرفية، يحيون في هذا اليوم سيدي وزير الدفاع وسيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وضيوفه الكرام. لا زالت أيها الإخوة وبروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين تتوالى وتتوافد وتشق هذه الساحة، ساحة الرجال، كراديس من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي. لا زالت أيها الإخوة تمر الكراديس المستعرضة من طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي، يمر أيضا كراديس من قوات البنيان المرصوص وقوات بركان الغضب بكل معاني الشرف والفخر والاعتزاز، يمر الآن كوكبة من الطلبة من قوات البنيان المرصوص ومن قوات بركان الغضب الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا بالكلية العسكرية واختاروا الانضواء تحت راية الشرف والتضحية والفداء ذودا عن حمى الوطن وعن الحق، سائرين على درب الآباء والأجداد الذين سطروا تاريخ أمتنا المجيد، مستذكرين أن الوطن أمانة عظيمة في أعناقهم للذود عن حماه وصون أمنه وأمانه واستقراره، لتظل راية الوطن عزيزة شماخة، عزيزة شامخة في كل مكان وزمان. فهنيئا للأمهات والآباء الذين قدموا للوطن هذا العطاء الجزيل، قادة المستقبل، رجال أشداء، أقوياء، أبطال للوقت الحرج
وعمى عالم المجد والخلود ولائهم لله وللوطن حرا سيدا. التحية والإكبار لأبنائنا الخلص الميامين أبطال وفرسان البنيان المرصوص وبركان الغضب القوة الضاربة الدماء الجديدة التي تضاف إلى أوصال الجيش الليبي. هؤلاء هم شباب ليبيا ورجالها طلبة اليوم رجال الغد قادة المستقبل درعا واقيا يحمي الأرض ويصون العرض. هؤلاء الرجال ممن نذروا أنفسهم لحماية الوطن والذود عنه جدوا واجتهدوا في بلوغ حلمهم ليكون ضباطا عاملين في الجيش الليبي متسلحين بالخلق والعلم والمعرفة قيمهم الفداء والتضحية مؤمنين بقيمة الواجب من التصدي في التصدي للأعداء وقسمهم عقيدة راسخة بالله وبالوطن ملتزمين بالسمع والطاعة لأوامر قادتهم وأمرهم متوشحين بالعطاء والتفاني والوفاء من أجل أمن واستقرار الوطن متطلعا ومتسلحا بالعلم والمعرفة متمسكا بوحدته الوطنية التي تمثل السياج الحصين الذي يحمي ليبيا لمواجهة كل التحديات والمؤامرات جاهزة للذود عن هذا الوطن والتضحية بأرواحهم الغالية ودمائهم الزكية من أجل هذا الوطن الغالي المعطاء. الإخوة الحضور الكريم ضيوفنا الأعزاء لتبقى الكليات العسكرية صرحا شامخا مضيئا وغرسة مباركة عديمة الرسالة والنبع الذي لا ينضب والرافد الذي لا ينفد لقوة وقدرة الجيش الليبي. ها هي مراسم تسليم واستلام الراية تبدأ بين الدفعة المتخرجة والدفعة التي تليها ليتواصل العطاء عطاء الأجيال جيلا بعد جيل حفاظا على قوة جيشنا ومجد وطننا وصونا لعزته وضمانا حقيقيا لغد أفضل ومستقبل واعد بالإنجازات لنواصل مسيرة الآباء والأجداد.
الإخوة الحضور الكريم، ضيوفنا الأكارم، السادة الحضور، هؤلاء هم طلبة الكلية العسكرية وطلبة كلية الدفاع الجوي. بعزيمتهم بإصرارهم وبإرادتهم يرسمون لوحة جمالية فنية رائعة من خلال حركات عسكرية متناسقة ومتناغمة على إيقاع الجوق الموسيقي العسكري، غاية في الدقة والروعة والجمال وحسن الأداء، يعكس مدى كفاءة ما تلقوه من تدريبات داخل الكليات العسكرية. يتم عملية تسليم واستلام الراية من الدفعة المتخرجة إلى الدفعة التي تليها. الإخوة الحضور من ساحة الشرف، من ساحة الفداء والعطاء، من مصنع الرجال وعارين الأبطال، من الموقع الذي يحكي تاريخا من العمل الدؤوب الجاد وحاضرا من البطولة والتضحية ومستقبل العزيمة والإرادة والإصرار، من رحاب الكلية العسكرية نقف اليوم وبكل فخر واعتزاز محتفلين بتخريج كوكبة جديدة من الضباط الأكفاء، تزودوا علما ومعرفة من معين الكليات العسكرية نتاج مصنع الرجال، الذين سيحملون راية الدفاع عن الوطن، سيدافعون عن هذا الوطن الغالي وحماية أهله الشرفاء. ما تشاهدونه أيها الإخوة، ما تشاهدونه أمامكم هو نتاج عمل دؤوب وجاد لمنتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي، جاء بفضل الله أولا، ثم بتوجيهات ورعاية ودعم معنوي من سيد القائد الأعلى للجيش الليبي وسيدي وزير الدفاع وسيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي. فلهم في هذا اليوم كل التحية، كل التقدير، لهم كل العز والفخر والاعتزاز بالاهتمامهم ورعايتهم ودعمهم لهؤلاء الخريجين، طلاب اليوم، ضباط الغد، قادة المستقبل. هكذا أيها الإخوة، تمت مراسم تسليم واستلام الراية من الطلبة أو الدفعة المتخرجة إلى الدفعة التي تليها.
أيها الأخوة، الآن في هذا العرض من هؤلاء الطلاب الخريجين يجسدوا ما تلقوه من تدريب وتعليم راق من قبل كوادر كفؤة قادرة ومتخصصة حرفية ومهنية من منتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي. السادة الحضور، ضيوفنا الأكارم الأعزاء، الإنسان هو الجوهر الذي قدس الله حياته وكرمه على سائر خلقه ومخلوقاته بالعقل والإرادة والقدرة والتألق والإبداع، وتعتبر اللياقة البدنية إحدى ركائز الأساسية لبناء الكفاءة البدنية لطالب الكلية العسكرية. وتأكيدا على ذلك، فبكل قوة وحماس يندفع أمام المنصة الشرفية مجموعة رمزية من طلبة الكلية العسكرية يستعرضون أمام حضراتكم رياضة الدفاع عن النفس، يظهرون ما يتحلون به من لياقة بدنية وكفاءة قتالية وأنشطتهم التدريبية بكل روح ومعنوية. أيها الإخوة، ما تشاهدونه الآن من لمحات من المرونة وخفة الحركة والانضباط في الأداء تعكس مدى التوافق العضلي العصبي للطالب من قوة وجسارة ودقة ومهارة في الأداء. طلبة الكلية العسكرية ينفذون هؤلاء الطلبة المقاتلون أساسيات رياضة الكاراتيه التي يتدربون عليها داخل الكلية العسكرية، وهي إحدى رياضات الدفاع عن النفس التي تعكس مدى اهتمام الكلية العسكرية باللياقة البدنية لطالب الكلية العسكرية للارتقاء باللياقة البدنية والمهارة والكفاءة القتالية لطلاب الكلية بكل جرأة وإقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير.